السلام عليكم، أنا أحمد الإمام، والنهاردة هنتكلم عن أهم جزء بتحتاجه وانت بتبني أي سوفت وير. الفيديو ده التاني من سلسلة Design Data Intensive Applications. لو ما شفتش الفيديو الأول أنصحك تشوفه قبل ما تبدأ معانا. الداتا موديل، ليه الداتا موديل هو أهم جزء في بناء أي سوفت وير؟ لأن أي آب ما هو إلا وسيلة للتعامل مع الداتا. هتخزن الداتا دي إزاي وإيه أحسن طريقة؟ هتقراها ازاي بسرعة وقت ما تحتاجها؟ يعني ايه اصلا داتا موديل؟ الداتا موديل ما هي الا طريقة لتمثيل الداتا بصورة ابسط بتسهل لك التعامل معاها. يعني ايه؟ مش فاهم. لو انت اب ديفلوبر هتلاقي الداتا بالنسبة لك ما هي الا ناس وشركات وفلوس وطلبات واكشنز وهكذا. فانت محتاج تمثل الداتا دي بطريقة عشان الابليكيشن بتاعك يفهمها، فهتلاقي نفسك حولتهم لداتا ستراكشر واوبجكت، فانت كده عملت للداتا بتاعك موديلنج. ولو نزلنا كمان لير هتلاقي انك محتاج تخزن الداتا ستراكشر دي في صورة داتا مفهومة اكتر وتقدر تستخدمها باكتر من طريقة، فهتلاقيك حولتها لجيسون دوكيمنت او اكس ام ال دوكيمنت في حالة النو سيكول داتابيز، او حولتها لتيبلز في حالة الريليشنال داتابيز، او حولتها لجراف. ولو نزلنا كمان لير هنلاقي ان الداتابيز انجينيرز حولوا التابلز والجرافز والاكس ام ال والجيسون دوكيومنتس، عملوا لها موديلنج في صوره بايتس بتتحط في الرام او فايلز بتتحط في الديسك. عشان كده الداتابيز انجينيرز بيقدروا يعملوا لها كويري ويقدروا يسيرشوا عليها بطريقه اسهل. ولو عايز تنزل تجيبها من تحت قوي هتلاقي المهندسين بتوع الهاردوير عندهم طريقه لتمثيل البايتس دي في صوره تيار كهربي واشارات ضوء ومجال مغناطيسي. فهتلاقي ان في الاخر اي اب ما هو الا عبارة عن مجموعة layers للداتا موديلز فوق بعض. في الفصل ده هنتكلم عن اللاير التانية، وان شاء الله في الفصل التالت هنتكلم عن اللاير رقم 3 ونشوف ازاي الستورج انجل شغال من جوه. لو بتعمل بروجكت او سيرفيس جديدة ومش عارف تستخدم سيكوال ولا نو سيكوال، مش عارف تستخدم ماي سيكوال ولا مونجو دي بي، كمل معنا الفيديو للاخر. الكتاب هيبدأ يستعرض اهم الداتا موديلز الموجودة حاليا، وطبعا هيكون الـ SQL اهم واحد فيهم. وزي ما احنا عارفين انه بيعتمد على ترتيب الداتا في شكل الريليشنز بين تيبلز، التيبلز دي مكونه من روز وكولوم. ليه الـ SQL يعتبر اهم موديل ومحافظ على مكانته في المجال طول ال 40 او ال 50 سنه اللي فاتوا؟ بسبب استخدامه في معظم البيزنس داتا بروسيسنج، وكان بيغطي كل احتياجاتهم. الـ SQL موديل مبني من الاساس عشان يسبورت الترانزاكشنال بروسيسنج، ودي بتستخدم في البانكينج والسيلز والبوكينج وغيرها. كمان الباتش بروسيسنج، ودي بتستخدم في التقارير والمرتبات والفواتير وغيرها. يعني ايه ترانزاكشنال بروسيسنج؟ الترانزاكشن هي لو عندي امر او اكتر للداتابيس، فاما هيتم تنفيذ بنجاح لكل الاوامر سوا، وده بيحصل حاجه اسمها كوميت، او بيحصل فشل في اي واحد منهم وهنا بيحصل حاجه اسمها رول باك. على سبيل المثال لو انت بتشتري كتاب، السيستم لازم يتاكد ان انت معاك فلوس تكفي في حسابك، وان البوك ستور خد فلوسه وانت خدت الكتاب. اي واحده من دول لو حصل فيها مشكله كده العمليه او الترانزاكشن كلها مش هتتم وهيحصل رول باك. بعد كده الكتاب بدا يتكلم عن تاني موديل من اللي احنا اتكلمنا عليهم. احنا اتكلمنا على السيكوال، عن النو سيكوال. وزي ما شفنا في الفيديو الاول ان مفيش تول بتطلع غير لما يكون في مشكله معينه موجوده والتول دي طلع عشان تحلها. طب ايه المشاكل اللي كانت موجوده في السيكوال او الريليشنال موديل عشان كده قرروا ان هم يعملوا حاجه جديده زي النو سيكوال؟ في الوقت ده كان بدا مفهوم البيج داتا يظهر، وكان السكيلينج بتاع الريليشنال داتابيز مش سهل تحقيقه على سكيل كبير، لان كان معظم الناس وقتها بيفضلوا انهم يكبروا الماشين اللي عليها الداتابيز بانهم يعملوا فيرتيكال سكيلينج. بس كان بيجي عند مرحله الداتا بتاعتك بيكون صعب تتحط على ماشين واحده، فهتضطر تعمل لها هوريزونتال سكيلينج بانك تعمل شاردنج للداتا. لو مش عارف يعني ايه شاردنج فاحنا هنتكلم عنها في الفيديوهات الجايه، ولو مش عارف يعني ايه فيرتيكال سكيلينج وهوريزونتال سكيلينج فاحنا اتكلمنا عنهم في الفيديو الاول، انصحك تشوفه. وبسبب مشكله السكيلينج اللي شفناها في السيكوال او الريليشنال داتابيز، فهم قرروا انهم يبنوا موديل جديد من الاول قايم على فكره انه هيكون ديستريبيوتد او متوزع في اكتر من سيرفر، فيكون شاردد وريبليكيتد باي ديفولت. لو مش عارف يعني ايه شاردنج او ريبليكيشن، وان شاء الله زي ما قلت هنتكلم عن الشاردنج والريبليكيشنز بعد كده. وتاني مشكله في السيكوال موديل انها كان ليها ريستريكت سكيما، يعني سكيما صارمه نتيجه عن ان هي متقسمه لتيبلز وروز وكولومز، فهي بتجبرك ان انت تتبع السكيما دي. وجود السكيما كان بيصعب عمليه المايجريشن للداتا. لو تيبل حجمه كبير فعمليه السكيما بيلد او السكيما تشينج، اي تغيير في السكيما، كان بتاخد وقت كبير جدا، وبتضطر تعمل لوك كامل للتيبل في بعض الحالات، او انك تبلوك الرايتس لحد ما تخلص مايجريشن. بجانب ان الاب بتاعك اوقات بيكون الداتا مش كلها بتتبع نفس السكيما،
فهتلاقي انك ممكن بتبني تيبل كبير وفي كولومز كتير بس معظمها فاضي، لان كل كيس بتملى كولوم معينه والباقي مش تبعها. في الدوكيمنت موديل هيقبل الداتا منك من غير سكيما وانت بتكتبها، يعني لحظه كتابه الداتا مش هيعمل اي ريستريكشن او تشيك على السكيما بتاعتك، بس دورك انك تعمل تشيك وتتاكد الداتا دي موجوده ولا لا من ناحيه الكود. كل المشاكل دي اللي ادت لولاده حاجه زي النوسيكول. بعد كده الكتاب جاب كيس زي لينكد ان بروفايل وقال ازاي اقدر امثل، كان بيعمل مثال يعني ازاي يقدر يعمل دي بالريليشنال موديل، وبعد كده هيشوف ازاي نقدر نعملها بالدوكيمنت موديل. لو عايز تعمل داتابيس ديزاين لصفحه زي دي، اليوزر بروفايل عشان نقدر نعمل له ايدنتيفاي ونجيب اليوزر ده من او الريكورد بتاعه من اليوزرز داتابيس تيبل، هيكون عندنا يونيك اي دي، وهنا في الحاله دي هو اليوزر اي دي. وفي عندنا داتا تانية زي الفيرست نيم واللاست نيم، وفي داتا زي البوزيشنز موجودة والإديوكيشن والكونتاكت إنفو. هنلاقي إن الريليشنز دي one to many، لأن مثلا اليوزر عنده أكتر من بوزيشن في البروفايل بتاعه. علشان نعمل تمثيل للone to many ريليشن في الريليشنال موديل قدامنا كذا طريقة. أول طريقة هي الطريقة النورماليزد، بأننا هنفصل كل نوع فيهم في تيبل زي ما موجود في الرسمة ويكون منفصل، ونربطهم بفورين كي. فورين كي ده هيبقى عبارة عن ريفرنس لليوزر اي دي، بحيث نقدر نربط التيبلز دول ببعض واحنا بنريتريف الداتا. يعني ايه نورمالايزد؟ باختصار هي مجموعة من الفورمز او الرولز اللي بتطبق على الداتا عشان يكون وصفها نورمالايزد، ان كل داتا مرتبطه ببعض تكون في تيبل واحد خاصه بالانتيتي دي، ويكون ليه يونيك برايمري كي، يكون ليه كي تقدر تعمل له ايدنتيفاي بيه، وان الداتا ما يكونش فيها تكرار، يعني مش موجوده في اكتر من مكان. يعني مثلا اسم شركتك ما يكونش موجود في اكتر من تيبل، هيكون ليه مكان واحد والباقي هيعمل ريفرنس في التيبل بتاعه لو محتاجه. الطريقه الثانيه لتمثيل ال one to many relation اني اتخلى عن النورماليزيشن واحط الجوبس والكومبانيز او التيبلز اللي ظاهره قدامنا دي، احط الداتا بتاعها في كولوم في نفس التيبل بتاع اليوزر كجيسون او اكس ام ال. ورغم ان في داتابيز بتدعم انك تحط اندكس على الداتا وهي في الصوره دي علشان تقدر تعمل سيرش، بس ما بكونش بنفس الكفاءه لو الداتا منفصله. والطريقه الثالثه ان اعمل انكود للداتا واسجلها كتكست في كولوم، ووقتها مش هقدر اعمل سيرش او كويري عليها. بعد كده الكتاب هيتكلم عن ازاي هنمثل نفس البروفايل ده في الدوكيمنت موديل. اقرب تمثيل والاسهل هيكون اننا نستخدم جيسون موديل مش اكس ام ال، لان الجيسون ابسط، وهنستخدم مثلا حاجه زي مونجو دي بي او كاوتش دي بي. فهتلاقي مثلا في الشكل ده هنلاحظ في الجيسون دوكيمنت انها تبدو ابسط بكتير عن التيبلز، كمان كبرفورمانس وايز هي احسن بكتير لان اللوكاليتي في الجيسون دوكيمنت احسن. يعني ايه لوكاليتي؟ يعني الداتا اللي هتحتاجها تكون قريبه مني في نفس المكان، مش هبذل مجهود عشان اجمعها معايا، سواء باني اقراها من تيبل تاني او اعمل جوين او ابص على الديسك عشان اقراها. ايه ده، خلاص انا اشتريت، انا هقلب الاب كله حالا، هنستخدم مونجو دي بي. استنى، انت ما فكرتش في حاله الميني تو ميني هتعمل ايه؟ مثلا في حاله الريجن لو حطينا التكست جوه الدوكيمنت ده معناها انها تتكرر بنفس الاسم في كل الدوكيومنتس. كمان لو عندك مناطق بنفس الاسم مش تقدر تفرق ما بينهم، ولما تحتاج تعدل الاسم مثلا هتحتاج تعمل ابديت لكل الدوكيومنتس، على عكس الاس كيو ال في حاله النورماليزيشن فانت هتعدل في مكان واحد بس في التيبل اللي موجوده فيه الريجن. كمان وانت بتعمل سيرش، اما تيجي تسيرش بالريجن اي دي اكيد هيكون ادق لو هتعمل سيرش بالتكست، لان التكست ممكن هيجيب لك داتا لمدن اسمها شبه الاسم ده او فيها اجزاء منها شبهها. ايه ده، خلاص انا هحط في الدوكيمنت ريفرنس اي دي وهعمل جوين. نسيت اقول لك ان الجوينز في الدوكيمنت موديل بعافيه شويه، وانت تقريبا نسيت ان مش ده السبب اللي عشانه الناس عملوا نوسيكول داتابيز، وان نقطه قوه الريليشنال موديل في الحته دي بالذات ان هو بيقدر يعمل الجوين بسهوله. بعد كده الكتاب بيطرح تساؤل، هل الدوكيمنت داتابيز بتعيد التاريخ؟ زمان اول ما طلعت الاس كيو ال كان في مودلز موجوده وكان مش عاجبها الريليشنال موديل برضو لنفس الاسباب تقريبا، وكانوا بيحاولوا بس للاسف الموديل بتاعهم ما قدرش يكمل قصاد الريليشنال موديل، بسبب ان الريليشنال موديل كان بيعمل الجوينز بسهوله وكانت الميني تو ميني ريليشنز بالنسبه له مش ازمه خالص. واحد من الموديل دي هو الهيراركال موديل. الهيراركال موديل اللي تقريبا شبه جيسون موديل اللي في الدوكيمنت داتابيزز، انه بيحط الداتا كلها بتاعه الاوبجكت في وان دوكيمنت كانها تري اوف نيستد ريكوردز.
شبه الرسمه دي كده بالظبط. وده كان شغال كويس في الوان تو ميني ريليشنز، بس كان سيء مع الميني تو ميني لانه ما كانش بيدعم الجوينز. تقريبا نفس المشاكل اللي موجوده حاليا في الدوكيمنت موديل كان بيعاني منها الناس من سنه 1960 و1970. عشان كده الكاتب كان مستغرب هل الدوكيمنت موديل بتعيد التاريخ من تاني. بعد كده الكاتب تطرق لموديل تاني وهو النتورك موديل، وده كان شبه الهيراركال موديل، بس الفرق في النتورك ان هو كان اشبه بالجراف. يعني كانت الدوكيمنت في النتورك موديل كان ليها اكتر من بيرن، واللينكس ما بين الدوكيمنتس كانت مش فورين كيز، كانت حاجة شبه البوينتر في لغات البرمجة، بس دي ما كانتش في الميموري، كانت بتتحط على الديسك عادي لانها داتا في الاخر محتاجة تتحفظ. كان اسمها اكسس باث، وكان عشان يبحث او يجيب داتا كان بيمشي كانه بيعمل ترافيرس في لينكد ليست، يبدا من الهيد ويفضل يدور لحد ما يلاقي الداتا، ولازم ياخد باله ان ما ياخدش نفس الداتا مرتين. وده كان للاسف نقل المشكله من ناحيه انها تبقى موجوده في الداتابيز انجن، انها بقت موجوده من ناحيه الديفلوبر انه لازم يحل المشكله دي من الابلكيشن. وده اضاف تعقيد للموديل ده وخلى التعامل معاه مش سهل، عشان كده الناس كانت بتتجنبه انها تشتغل بيه. انما في الريليشنال موديل كانت عبارة زي ما انتوا عارفين عن تيبل وروز، فما كانش فيه اي نستد استراكشر ولا التعقيد اللي موجود بتاع الاكسس باث. وفي الريليشنال داتابيزز موجود كويري اوبتمايزر، وده محتاج حلقات لوحده عشان نتكلم فيه. الكويري اوبتمايزر بيقدر يختار ايه الاندكس المناسب اللي يسترجع بيه الداتا، وامتى يستخدمه، وامتى يستخدم اندكس، وامتى ما يستخدمش اندكس خالص. وده نقل التعقيد اللي كان هيكون موجود عندنا في الكود ده واحنا بنقوم بالكلام ده بنفسنا، وبقى انكابسوليتد جوه الانجن، وخلانا بنرمي اي كويري واحنا مطمنين ان في وحش ورا بيخلص الموضوع. فانت بقى كل دورك كديفلوبر ان انت تشوف عايز تاكسس الداتا ازاي، وهتعمل عليها سيرش بايه، وتحط اندكس على الكولوم اللي انت محتاج تسيرش بيه. هل كده خلاص؟ هل احنا كده خلصنا المقارنه ما بين الريليشنال موديل والدوكيمنت موديل؟ لا طبعا، طول الكتاب في الفصول الجايه ما هي الا مقارنات ما بينهم من اكتر من جهه. هتشوف الصوره كامله في الاخر، وتقدر وقتها تختار كويس امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده. في بعض الكيسز ممكن تصل انك تعمل تشيك ليست للمتطلبات المطلوبه منك في السيرفيس او الاب بتاعك، وتعلم على كل حاجه مرتبطه بنوع، لحد ما توصل في الاخر انك تقرر الابلكيشن بتاعك محتاج انه موديل بالظبط. هيجي واحد يقول لي انا لسه مش فاهم، يعني انا خلاص ما استخدمش الدوكيمنت موديل؟ هقول له لا طبعا، الدوكيمنت موديل مهمه جدا زي ما قلت. لو الابليكيشن بتاعك مش بيعتمد بشكل كبير على الميني تو ميني ريليشنز، وقتها هتكون احسن واسرع من الريليشنال موديل، لان زي ما قلنا اللوكاليتي عندها احسن، الداتا اللي انا محتاجها دايما معايا، بمجرد ان انا معايا الاي دي بتاع الدوكيمنت انا خلاص وصلت للداتا ومش محتاج اعمل اي كويري تانية، او اسال تيبل معين اقول له فين بقيه الداتا بتاعتي، او اعمل جوينز. كمان في ميزه في الدوكيمنت موديل، ان لو الابليكيشن بتاعك الداتا فيه ملهاش سكيما محدده، يعني سكيمالس، فهو هيكون احسن بالنسبه لك انك تستخدمه. لو الابلكيشن او السيرفيس اللي انت شغال عليها شغلها اناليتيكال او ريل تايم بشكل كبير، فانت اقرب للدوكيمنت موديل، لانه وقتها مش هتعمل جوينز ولا هتربط تيبلز ببعض. احنا كده تقريبا في نص الفصل، وطبعا لسه كلام كتير في المقارنه ما بين الاس كيو ال والنو اس كيو ال داتابيزز في الفصول الجايه هتخليك تبني صوره كامله. كان في بس نقطه اخيره من تجربتي الشخصيه، لما قررت تختار اي تول عشان تشوف هتناسب الاب بتاعك او لا، لازم تعمل تشيك ليست وتطلع كل النقاط المهمه، وتروح تدور بالتفصيل هل التول دي بتدعم ده بشكل كويس او لا. وخد بالك من المقارنات اللي بتكون موجوده على الانترنت، تشوف مين مصدرها. يعني في كيس حصلت معايا مره ان حد قرر ان احنا هنشتغل مونجو دي بي لسيرفيس معينه عشان مقارنه في ارتكل موجود على موقع مونجو دي بي، وطبعا في المقال كاتبين ان مونجو دي بي بتقدر تعمل كل حاجه وبتتشقلب، في حين ان ده مش صحيح. فانت كأنك رايح للبياع وتقول له التيشيرت ده حلو، طبعا يقول لك حلو، ده كأنه متفصل عليك. سلام.